خرجوا بالآلاف تضامنا مع إخوانهم الطلبة والمتظاهرين في بغداد والمحافظات ودعما لانتفاضة تشرين المطالبة بإسقاط النظام. خرجوا من أجل العراق لا غير. إنهم طلبة كليات الطب وطب الأسنان في جامعة البصرة الذين كانت لهم مشاركتهم البارزة في الانتفاضة. احنا اليوم طلاب جامعة البصرة كلية الطب، خرجنا نطالب بحقنا المسلوب من عندنا ضد هاي الحكومة الفاسدة اللي ما شفنا من عندها شيء من اول ما جينا احنا لهاي الدنيا، على حروب، على انفجارات، على قتل، على داعش، على شهداء، كل شيء ما شفنا. الطلبة أكدوا أن تظاهراتهم سلمية ومشروعة ولا يحق لأي جهة التشكيك بهويتها الوطنية والأهداف التي انتفض العراقيون من أجلها. طبعاً إحنا خرجنا من أجل إثبات إنه هاي المظاهرة هي مظاهرة سلمية بحت، مظاهرة مندسين، وإنما مظاهرة سلمية بالفعل. خرجنا إحنا الكادر الطبي كافة نتيجة اللي قاعد نشوفها بالمستشفيات. احنا طالعين اعتصام طلاب كلية الطب وطب الأسنان بالبصرة. احنا هدفنا الرئيسي هو إسقاط النظام، تغيير الحكومة. احنا نريد ما نريد نظام برلماني، نريد نحل كل جميع مجلس النواب، جميع البرلمان، كلنا نريدهم يطلعون للبرلمان، نريد رئيس واحد يحكمنا، نريد ما نريد نعتمد على المحاصصة بالتعيين. ومع استمرار انتفاضة تشرين بكل ما تحمله من تحديات لأبناء الشعب بمختلف شرائحهم، يبدو من الواضح جدا أن مطالب العراقيين موحدة لا لبس فيها ولا تراجع عنها، وهي إسقاط النظام الذي جرى الويلات على العراق وأهله منذ الاحتلال الأمريكي للبلاد عام 2003.